طب دكتور إذا أنت قلت كلهم ثقافة مثقفين العسكر صحفية، نعم، وأنا سجلت ورا حضرتك لا في ثقافة السيسي ليست حتى صحفي، لا أنا بتكلم على مثقفين العسكر. نعم. حسن خشت صاحبك أي رئيس جامعة القاهرة، هل ثقافة صحفية؟ أخلاق يعني؟ لا أنت هربت بينها. لا لم أهرب. شوف رئيس جامعة القاهرة دكتور حسن خشت ثقافة صحفية؟ لحظة جابر عصفور ثقافة صحفية؟ لحظة صلاح فضل جابر عصفور أنا كتبت فيه، تريد أن تقرأ فقرأ جابر عصفور كتبت فيه في اختصار. صلاح فضل الناقد الكبير دكتور صلاح فضل، خليني كمل في مصر، في مصر هناك مثقفين كبار، لكن هناك مثقفين كبار الآن أحياء من الجيل السابق، لكن ظروف الأخلاقية تتدخل. قلت لك المثقف هو المختص الذي له تأثير اجتماعي، تأثير في الأمة. تمام. حسنا، هؤلاء ليس لهم تأثير، لأنهم لو كان لهم تأثير لما عينهم السيسي. فهمتك. فهمت؟ فهمتك. إذا كان قد عينهم مثل الذين يعينهم أمير السعودية، فهو قد وجد فيهم ما يماشي سياسته المعتمدة على أمرين ككل استبداد، الخوف والطمع. الاستبداد يحكم الشعوب بالخوف والطمع. يعني أنت بتلوم دلوقتي دكتور حسن الخشت؟ طبعا اللوم، إذا قبل بأن يكون قبل ده رئيس جامعة القاهرة. أنت الأمر. طيب هو له كلمة امبارح بقى دكتور شفتها النهاردة، بيقول إيه الدكتور رئيس جامعة القاهرة صديقك، هو صديقك، صديقك الصديق، بتسافر مع بعض المؤتمرات، يقول أن مصر لم تشهد نهضة طوال تاريخها إلا على يد السيسي. ممكن، الله أعلم. لا أنا ما عندي المعطيات، أنا بسأل رأي حضرتك. شوف، تحب نكون أكثر إنصاف وأقول لك شيئين. مصر كانت بحاجة إلى ما يحدث الآن، مصر كانت بحاجة إلى ما يحدث الآن. إزاي؟ شوف، مش مصر فقط، كل الدول التي بنيت بعقلية الدولة الحاضنة هي الدول التي تكون العبيد ولا تكون الأحرار. يعني الشعوب العربية عبيد؟ نعم. لما تكون أنت شعب يتصور أن الدولة هي التي تنتج، والدولة هي التي تربي، والدولة هي التي تعلم، والدولة، أنت لم تكون مواطنين. الدول الحديثة تستمد قوتها ليس مما تفعله الدولة كجهاز، وإنما مما يفعله الشعب. والدولة كجهاز بالقوانين تسمح بأن يفعل الشعب الإنتاج والإبداع وكذا وكذا. فالدول العربية كلها بنيت على الشكل الليني الماركسي، الدولة هي التي تنتج وهي المسؤولة على النقل. يعني أنت مش مع الاشتراكية والشيوعية؟ طبعا أنا ضد الشيوعية. لكن أنت مع الرأسمالية الحديثة؟ لا، ليس مع الرأسمالية الحديثة، مع الرأسمالية التي عدلت نفسها واستطاعت أن تجمع بين الاقتصادي والاجتماعي. اللي هي زي مين يا دكتور؟ اللي هي يمين اليسار في الغرب. اللي هي مين الدول؟ مثلهم فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، أمريكا أيضا. أمريكا عدلت نصرها. طيب طبعا أمريكا عدلت لما وقعت أزمة 29 30 أزمة أي 29 هي بدأت 29-30. هذه الأزمة أدت إلى اكتشاف حل، وهو حل من محرك الاقتصاد. طيب. هو الاستهلاك. فأصبحت تعطي بعد اجتماعي للإنتاج، للاقتصاد، للمستهلكين، حتى يكونوا مستهلكين لما تنتجه. فدارت عجلة الاقتصاد، وهو الحل الكينيزي. الحل الكينيزي، لكن انت شايف ان ده كويس؟ طبعا كويس. تم الحضارة الحديثة كويسة، امبارح قلت الحضارة. شوف، ما في شيء كويس 100% وخايب 100%، ولذلك قلت لك هذا في التعمير. الآن هذا التعمير ينقصه الاستخلاف. طيب. يعني لو لنفرض أن أمريكا التي تنتج ما يسد حاجات شعبها، والدليل أن الشعوب الأخرى تهاجر إليها، هذا دليل على أنها تنتج ما يسد حاجات شعبها وأكثر من حاجات شعبها. واضح؟ واضح.
لو تضيف إليه شيئا من العدل سيصبح تعمير مع استخلاف. آه تمام.